خلال هذه الدورة تم دراسة كيفية إعادة بعث السياحة بعد جائحة كوفيد، وإحنا كنا مستعدين لهذا الأمر من خلال بعث الاستثمار وخاصة في السياحة، وذلك بعد أن أقر السيد رئيس الجمهورية قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن الديمومة والاستمرارية وضمان بعض كل الامتيازات التي يطلبها المستثمرون. وهذه كانت دعوة لكل المستثمرين للنظر إلى الأسواق الجزائرية للاستثمار. وحرام في الجيب. Thank you, sir.